تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية نحو فك العزلة وتقليص الفوارق، كان هذا عنوان أشغال المنتدى السنوي 16 الذي نظمته جمعية طلبة الهندسة القروية يوم أمس السبت بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط. اللقاء أشرف على افتتاحه السيد محمد صادقي الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري بحضور ممثلي المؤسسات والجمعيات ومجموعة من الفاعلين في مجال التنمية المستدامة بالعالم القروي، إضافة إلى طلبة المعهد وأساتذة باحثين ومختصين في المجال. المنتدى ديال الطالب اللي كيتنظموا معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره اليوم هو يعني حدث مهم جدا بالنسبه للتكوين ديال الطالب المهندس. فعندنا زوج ديال الشعب اللي نظموا المنتدى ديالهم اليوم، هي الشعبه ديال الهندسه القرويه حول موضوع ديال التنميه القرويه اللي هو في صلب الاهتمام ديال وزارة الفلاحة والصيد البحري الآن، وكذلك عندنا الشعبة ديال الزراعة اللي نكبت الأعمال يعني ديال الورشات اللي نظموها حول استعمال تقنيات يعني من أجل فلاحة مستدامة. فهذه مواضيع يعني مهمة، أولا كتسمح باش يكون واحد النقاش بين جميع الفاعلين، فاعلين متعددين، فيهم المؤسساتيين، فيهم الخواص، وفيهم يعني المنتجين، ومع الطلبة والأساتذة الباحثين. فهذا الشيء كيكون يعني واحد المناسبة لاستكمال التكوين ديال الطالب، تكوين يستكمل التكوين اللي كيتلقاه على طريق يعني الدروس والبرامج ديال التكوين يعني العاديه. فكتسمح له باش يشوف يعني اولا المجال المهني، وكيسمع كذلك بالنسبه التحديات اللي كيوجهها القطاع بالنسبه لهذا المواضيع، وهذا الشيء كله كيجعل منه يعني طالب اللي كيكون يعني افيرتي بالنسبه للميدان ديالو ديال العمل اللي كيتكون فيه. الاختيار ديالنا لهذا الموضوع هو جانا نتيجه كوني نحن طلبه في الهندسه القرويه كنقوم بمجموعه من التدريب في المناطق القرويه والمناطق الجبليه والمناطق النائيه، يعني كيكون هاد التدريب عند الفلاحه، ولاحظنا خلال هاد التدريب هذه ان الفلاحه الهاجس الكبير اللي عندهم هو التنميه القرويه، يعني التمدرس، يعني تمدرس الفتيات، الصحه وما غير ذلك. ونظرا لما تعرفه المناطق القرويه والجبليه من اكراهات في الانتاج النباتي والحيواني ونقص في البنيه التحتيه، يتوخى القيمون والمشاركون في هذا المنتدى المساهمة في إيجاد حلول ملائمة ستساهم في الرفع من مردودية الإنتاج والتسويق وفك العزلة والحماية من إنجارة التربة بالمجال القروي والمناطق الجبلية. الطالب هو كونه يعني مهندس مستقبل أو يعني بيطري مستقبل، لازم يكون على علم من يعني التحديات اللي كتنتظروا كخبير، ولكن الخبرة ديالو تكون في صالح العالم القروي اللي كتكون هناك يعني جميع المسائل خصها تكون مبنية على مقاربة تشاركية، لأن هناك يعني مزارعين، فلاحين، مربين اللي كيكونوا جمعيات باش يتفادوا يعني الإكراهات المحلية، ويمكنوا يعني تسويق المنتوجات ديالهم على أحسن ما يرام. فالمهندس هو فاعل، يعني عنصر بشري خاصو يكون يعني مكون تكوين ملائم يكون قريب للميدان الفلاحي والعالم القروي. هذه المداخلة هي عبارة عن تقديم الاستراتيجية الجديدة ديال تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية اللي تم الإعداد ديالها في إطار شراكة، في إطار اللي كان مختلف المتدخلين في العالم القروي اللي ساهموا في الإعداد ديالها وتم المصادقة عليها
في الاجتماع ديال 13 يوليوز اللي كانت تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، واللي تم تطرق المختلف يعني المحاور ديال هذه الاستراتيجية هذه، وهي استراتيجية اللي كتعتمد بالخصوص على يعني مجموعة ديال المبادئ اللي هي الاندماجية وكذلك الشراكة مع مختلف متدخلين في هذه القطاعات بما فيهم المجتمع المدني وكذلك المنتخبين من أجل إعداد مخططات جهوية اللي كتهدف يعني التنمية ديال هذا المجال هذا في ظروف اللي تكون ظروف جيدة، وكذلك إشراكهم في اختيارات اللي بطبيعة الحال اللي غتكون اختيارات يعني اختيارات اللي كتنبات كتنبع من الاحتياجات اليومية للمواطن بالعالم القروي والمناطق الجبلية. اللقاء كان فرصة للتواصل بين الطلبة والمهنيين والمهتمين لتبادل المعارف وكذا تقريب الصورة لهؤلاء الطلبة المهندسين. فهي واحد ارضيه ديال تبادل المعارف، بحيث ان كتتاح لنا الفرصه ان الشركات والمؤسسات الكبيره هي اللي تحضر في هذه التظاهره وتغنينا ويعني وتعطينا واحد الجانب اللي جانب تطبيقي ديال الهندسه القرويه. القيمه المضافه اللي زاد لنا هذا المنتدى اللي كيدار سنويا هو اننا اولا كيمكننا من التواصل مع مجموعه من الشركات في المجال، مؤسسات عموميه، جمعيات مختصه، كذلك كيمكننا باش نتلاقاو مع ناس في سوق الشغل اللي كيسهل علينا مثلا اننا ندفعوا مثلا لي سيفي ديالنا بوغ مثلا نلقاو دي ستاج سواء لينا او الناس اللي مازال هما كيقلبوا مثلا على لي ستاج انسيرسيون ماشي ستاج بوغ لومبوش. ثالثا اننا تعرفنا على الاستراتيجي ديال التنميه القرويه، حيت هنا كمهندسين ما كيهمناش فقط اننا نحصلوا على الشغل واننا نخدموا، لا كيهمنا اننا نزيدوا ببلادنا، وباش نزيدوا ببلادنا ماشي المهم انك تنمي المجال الحضري بوحدو، لا هنا الا نمينا غير المجال الحضري بوحدو بحال كنبنيو كنقادوا الوسط وما كنقادوا الساس. دونك باش انك تنمي بلادك تنميها من جميع لي كوتي، واهم حاجه هو المجال القروي. وبصفتنا مهندسين في الهندسه القرويه فكنظن باننا حنا لو بلو توشي اننا نساهموا في هذه الاستراتيجيه اللي هي مهمه جدا واللي اعلن عليها جلاله الملك نصره الله، وصراحه كانت في محلها.